كاين واحد النوع ديال البنات اللي ما كنقدرش نفهمهم صراحه، كتدخل في علاقه مع واحد وعارفه بلي انها نزوه وغادي تسالي، وعارفه بلي انه ما غاديش يتوج هذه العلاقه بالزواج، وكتبقى كتمدى معاه في الغلط. في الاخير كتبكي وكتنوح وكتقول لك ما عرفش شنو وقع ليا، مع الرغم انه عارفه بلي انه عمر المعقول هذا الانسان ما غادي ينويه معاها. حكايه الليله غلط غادي تصلح بغلط، ودرس جميل كعبرة انكم تاخدوها اذا كنتم مازال شباب او اذا عندكم وليدات. ما تمشوا فين، وبقوا معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد أينما كنتم. فمرحبا بكم معايا في قناة الونيسة ديالكم، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم هانية وأحواركم طيبة. خير ما نتعطلش لكم أكثر ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدأ. أنا ياسمين، بالنسبة لي دوزت طفولة زوينة وما فيهاش مشكل، والدي ناس محافظين وخصوناش وكافحوا معنا، الحمد لله قريت وصلت حتى الباك اللي فرحت به ودرت التكوين المهني، اختاريت فيه واحد الشعبه اللي قريت فيها العام الاول، جات العطله ما جلستش في الدار ولكن خرجت خدمت في شركات وفي زينات، واخا ماشي بالديبلوم ديالي انا انسانه طموحه وما عزيزش عليا انني نجلس وباغا نعاون راسي، فخدمت عادي مع راسي حتى لواحد النهار غادي توصلني واحد طلب صداقه في الفيسبوك اللي غادي تقلب ليا حياتي راسا على عقب. انا ما كنزعمش انني ندير علاقات غير شرعيه من غير اذا كان تعارف من خلال الهاتف، واللي عمر ما كانت شي حاجه جديه سابقه. المهم واحد النهار غادي توصلني ديك طلب صداقه وغادي نجاوب عادي، غادي نتعرف انا وداك الشاب صاحب الطلب واللي كانت عنده انا ذاك 33 سنه خدام في شركه تخلى عليه الاب ديالو وكبر غير مع الام. انا ذاك فاش تعرفت عليه كانت عندي 19 سنه، يعني كان فرق كبير ما بيناتنا، بقينا تنهضروا شويه، سديت الفيسبوك حتى نهار واحد اخر وعاود حليته، رجعنا تنهضروا وعطيته الواتساب ديالي وبقيت تنشارك معاه بزاف ديال التفاصيل على حياتي، حتى ولا كيطلب مني اننا نتلاقاو. انا صراحه ما زعمتش انني نتلاقى به على موده، حتى حسيت به لما انه اصر ريحني ليه حتى اطمئن عليه، وكنا مساجمين مع بعضياتنا وهو ما عندوش مع الاختلاط ولا مع الضجيج، انسان مهدن وكيبغي الهدوء، فانا قلت عادي انني نتلاقى معاه. سولته شنو غادي دير اذا تلاقينا، قال لي يكون خير غير اجي هو الاول. انا ثقت فيه ومشيت عنده لواحد الدرب في اول لقاء ليا معاه، هنا غادي يقول لي يلا معايا، دخلنا لواحد البراكه يرثى لها. فاش كنتذكر هذا الماضي اللي ما مضاش فعلا كنشمئز من راسي، غادي يوقع ما لم يكن في الحسبان، وقعت امور كثيره جرأ عليا وفقدت العذريه ديالي. غادي نفقد العذريه ديالي على سن 19 سنه، والمشكله انه فقدتها وانا ماشي بخاطري وما مسعوباش هذه القضيه. المشكل انني تمديت في الغلط، وليت كل اسبوع كان خاصني انني نادي معاه الواجب وكانني زوجه مفروض علي ذاك الامر، كنت عارفه راسي اني غلطه ولكن ما كنتش عارفه واش غادي نكمل معاه ولا لا، واش يستاهل هادشي اللي كندير معاه، واخا حتى حاجه ما كتبرر انني عندي الحق ندير بحال هذا الغلط اللي درت. لكن للاسف احتفات الفوت ولقيت راسي انني تعلقت به، ورغم انه ما مستفدا معاه في حتى شي حاجه، كملنا عامين وحنا على نفس الامر، انا وسط الخبت والفساد وسط هادشي انا ما مرتاحاش وضميري كيعذبني. جاني واحد الوسواس اللي هو خايب، ما عمرني قدرت نرتاح في حياتي من نهار قبلت انني نشوفه كان انب غير فراسي، واللي بقى فيا انه انا اللي عند الناس واحد الصوره اللي هي زوينه، وانا ما كنتش كنثق في راسي ورضيت بديك الحياه مع داك الانسان، وكنت نقول صافي غادي نكمل معاه، ربما غادي نتوج به، وما حد كانت نازل معاه على حقوقي، ما حد يدير بيا ما بغى. وقت ما كنت بغيت انني نخرج راسي من وسط هادشي كامل ما كنقدرش، وهو تيبقى تابعني وما تيخلينيش نسالي هاد العلاقه. طبيعه الحال المواقف هي اللي غادي تبين ليا واش هو صالح ليا ولا لا، ورغم انني عطيتو شرفي بالنسبه ليا ماشي اكيد انه غادي نفني معاه حياتي. فمن بعد ديك عامين اكيد هاد العلاقه ما غاديش تخرج طريفه وغادي نخلص. بين ليله وضحاها غلق راسي فيا واحد المرض ما فهمهاش بزاف، فتغضيت على الامور وداكشي غادي وكيتزاد، حتى لواحد النهار غنمشي عند طبيبه نسائيه غادي تسولني واش مزوجه، فما قدرتش نقول ليها لا، قلت ليها اه، قالت لي هادشي اللي فيك ناتج عن علاقه جنسيه، غادي تعطيني شي دوايات اللي غادي نخبيهم على دارنا وغنبقى مستمره فيهم حتى غادي نبرا، ولكن ما غاديش تكون نتيجه. الطبيبه غادي تقول لي رجعي من بعد اسبوع، وما لقاتش تحسن حيت الدواء ما دار ليا والو.
وهنا هي غادي تضطر باش انها تصيفطني عند طبيبه اخصائيه في الجلد. مشيت عندها وقالت لي بلي انه غيخصكي انك تبنجي باش نكويو ليك داك المرض، واكيد حتى هي غادي تسولني واش مزوجه. وهنا طلبت مني انه ضروري نعيط على راجلي باش حتى هو يتعالج، اللي هو الخليل ديالي، حيتاش المشكل الاصلي فيه هو، فاذا ما داواش غادي نعاود انني نتاذى. المهم الطبيبه داوتني والعلاج قسمته على يومين لانه داكشي كان كثير، وهي اللي اضطرت انها تقسمه لي على ديك يومين. تعذبت بزاف وحسيت براسي بلي انني خلصت في الدنيا قبل الاخره، وكان درس اللي داز عليا عمرني ما ننساه. وسط هادشي كامل وفاش خرجت من عند الطبيبه عيطت ليه وقلت لي راني محتاجك انك تجي لعندي، غادي يقول لي انا خدام وغادي نخرج مع الوحده، فاش تسالي اجي انت عندي للدار. انا بطبيعه الحال غادي نمشي لدارنا وماشي عنده. تشافيت من داك المرض وداك الوسواس والتفكير والضغط النفسي، وغادي نرجع لخاطري حيتاش عمرني ما قدرت نبوح بسري لشي حد، حيتاش كلشي عطني واحد الصوره اللي ماشي ديالي، بلي انني مثاليه والشريفه العفيفه. ديك الاعصاب تحولوا ليا لواحد الولسيت في عنقي، غنمشي عند طبيب اخصائي في الغده الدرقيه واللي غادي يعطيني باش انني ندير عمليه، وهاد المره بخبر والديا. درتها وطلعت من البلوك وانا كلي بنج، وغادي نهز تليفوني ما غاديش نلقى انهم صيفط ليا حتى ميساج باش انا يسول فيا، مع العلم انه عارف كل شيء. انا اللي غادي نصيفط ليه بلي انه راني خرجت من العمليه، داز كلشي مزيان الحمد لله. وسط هادشي كامل هاد الولسيسات مشاو لابو باش يتحلوا، ولقاو بلي انني مصابه بداء السل. فغادي نتبع الدواء نتاع 6 شهور. وسط هادشي كامل بقيت معاه وشاده بديك العلاقه بيدي وسناني، ورغم انه ما صالحش ليا، وشنو كان تيخليني معاه انا براسي ما عارفاش. بقيت كنمشي لعندو كل مره، وكنزيد نتاكد بلي انا هو خبيت، وكنت نكذب على راسي وكنسلف الفلوس، ورغم انه ما كاين حتى شي مقابل من طرفه. عامين عمرنا خرجنا لشي قهوه ولا جلسنا فشي بلاصه بحالنا بحال الناس. كيعرف معايا غير اعز الله قدركم الفراش. هو تيقول بلي انه باغيني الزواج، ولكن باش نوصلوا هاد المرحله غادي خصنا بزاف، لانه فقير وما عندوش، ويلا تيشد 3500 درهم فما غاديش تكفيه في حتى شي حاجه اذا كان دار معايا الخطوه ديال الحلال. كان تيقول لي بلي غادي نجي لداركم وصداقك غادي نقسموا ليك على زوج ديال المرات، وكان تيقول لي بلي انه غادي نعيشوا النص بالنص. وهنا بديت كنقتنع بلي انه ما نقدرش نعيش معاه. فمن غير هذا الجانب الحمد لله كلشي كان مزيان، وما فرطتش فرق خرايتي، ورغم المرض والوسواس بقيت حتى شديت الدبلوم ديالي بموسيون، ودوزت ستاجات وخدمت خدمه من مورا خدمه اللي مرتاحه فيها، وتناخد سالير اللي هو زوين بزاف وفوق من داك الانسان وما تتلتش عليه. ولكن فاش تنقارن تلقى بلي انا مشكله، تلقى انني غادي ندفن راسي وانا حيه. ولكن ما عرفتش شنو اللي كان تيخلي ديك العلاقه انها ما تحبش. حتى لواحد الوقيته نضو بزاف ديال الخلافات والنقاشات على انك خاصكي تجي لعندي، وانا غادي نقول ليه لا ما غاديش نجي، انا ماشي ديال هاد العذاب، وهو كيبقى عليا لا غير خاصك تجي. تعيش مع دوك الجمل ديال انت راكي مرتي وصبري معايا وراكي عارفاني، وانا معاك كنت نقول ليه انا ما غاديش نسالي معاك الا في حاله وحده، باش انني نهرب من هاد العيشه معاك غيخصني انني نتزوج ونسد عليك، حيت ما يمكنش نرجع شي خطوه اللور ونطلق على قبلك. هنا جاني ادراك ولا انني عرفت باللي باش نهرب منه خاصني الزواج. في ديك الوقت غادي تقدم ليا واحد ولد خالتي اللي في عمره 42 سنه وعايش في الديار الاوروبيه، ما مستقرش ولا خدمه زوينه. انا في عمري 22 سنه تقدم لي هذا ولد خالتي، وكان تيبان ليا بلي انا هو الطريق الوحيده باش نخرج راسي من هذا الشيء، الا اذا كملت مع الاخر غادي نطيح في شي دوامه ديال شي كرشه ولا شي فضيحه. هاد ولد خالتي بزاف ديال الناس غادي يشكروني ليه، وغادي يقولوا ليه بلي انا وياسمينه انسانه طيبه وخالقه، وانا الحمد لله انسانه ما فيا ما يتعب من غير هاد الجانب اللي اعترفت لكم به. قريت وخدمت ومعاونه والديا، هو والدي اللي اختاروني ليه واقترحوني ليه، حيت كانوا تيشوفوني مقاتله مع الوقت ومكافحه مع خويا. هو فاش اقترحوني ليه سول عليا وما كاينش اللي قال ليه ديك الانسان راه ما مزياناش، صورتي كانت زوينه عند كلشي. هو غادي يتشجع وخدا نمرتي وهضرنا شي زوج ديال المرات. انا ما حاولتش انا نتعرف عليه كاع، كان تيبان ليا بلي انه خاصني غير نهرب لا نمشي نعاود نفس السيناريو. هو بقى مصر ضروري تجاوبيني وتردي عليا، انا تنقول ليه عطيني وقت نفكر ونعرف راسي من رجلي. هو تيقول لي راني ما جايبش معايا بزاف ديال الوقت، قريب نرجع وضروري خاصني نقاد مسائل ديالي قبل ما نمشي في حالي، ماما غادي تضغط عليا وانا اختي ولدها الى ما اخره، غادي نقبل وغادي نجي لدارنا، وما غاديش يكون تعارف ولكن حاجه وحده اللي كانت هي خطوبه كبيره. وبحكم انه عمي ماشي بزاف باش تشوفها فما غاديش ندير حتى شي حاجه من غير الماكله والشراب وصافي. ما حاولش حتى في الخطوبه انني نتعرف عليه وندوي معاه،
زواج اللي كان تقليدي 100%. داز ديك الخطوبه ومشى فحالو، بقينا كنتفاهموا على العقد، ولكن قبل كان قال لوالديا بلي انا غادي نحاول نقاد البنتكم المسائل ديالها باش نديها معايا، كيف نديروا العقد باش نجمعوا الشمل، حيت هو ما عنده حتى شي حاجه في المغرب، شي ممتلكات زعما. غادي نديروا العقد وغادي نطلب من والديا انا نمشي ندوز معاه عطله، وهنا غادي يبدا صراع مع راسي نتاع انا ماشي عذراء. ما عرفتش شنو غادي ندير، لقيت راسي دخلت وسط دوامه ما نقدرش نخرج منها، ومستحيل انني نصارحو حيتاش العائله، وانا ربي لدابا باقي ساترني. وانا واحد النهار جالسه في الخدمه غادي طيح قدامي واحد لاكارت فيزيت اللي ما عرفتش كيفاش ربي سخرها ليا وجات قدامي. تخيلوا معايا هاد لاكارت فيزيت ديال الطبيبه اللي كنت داويت عندها، غادي نعيط على السيده اللي خدامه معاها. سولتها واش الطبيبه كدير ترقيع البكره، قالت لي لا ولكن سولها لك. ورغم انني انسانه خجوله تجرأت وقلت لها ممكن تنفعيني عافاك في هذه المساله، واش عندك شي معلومه؟ قالت لي هانتي الطبيب اللي تحت منا لتحت راه تيعاودوا عليه بلي انه مزيان، يمكن تمشي تشوفي عنده هذا الامر. انا في الانترنت قبل ما نمشي بحثت وكان عندي فكره على الاثمنه، فربي يسر لي كل شيء، وتصنطحت وتشجعت ودخلت عند داك الطبيب. تجرأت وانه يقلبني، واخا في حياتي عمر شي ذكر تجرأ عليا من غير داك الخليل ديالي. شافني الطبيب وشاف نوع البكره اللي عندي، وغادي نتفاهم معاه على الثمن، وغادي يقبل باش انا يدير لي ترقيع غشاء البكره، وانا ما تيهمنيش الفلوس انا ذاك، من غير انني نخرج من ديك الزنبعه اللي مخروضه ليا دماغي. سولني فوقاش ضرب الصداقه ديالي، حيتاش العمليه ما خصهاش تفوت يومين او ثلاث ايام، لانه غيدير ليا بكره اللي هي مؤقته. غادير معايا النهار اللي نروح فيه عند راجلي، خاصني ندير ديك العمليه ما نكذبش عليكم، وجدت كاع الامور ديالي ومشيت درت داك الترقيع وانا كلي تنرجف، وتكتبت ومشيت عند راجلي وكل شيء داز مزيان. هذاك الوسواس والعذاب اللي عشت فيه انا مده عامين كنت هزه لي الهم، في الاخير كل شيء داز وكان شيئا لم يكن. حافظت على سري بوحدي وعمرني تجرأت انني نشاركه مع شي حد. داز كل شيء هو هذاك وراسي مرفوع، واخا داخليا عارفه بلي انه غير كذوب، المهم قدرت انني نخرج من ديك العقده. وبما اني اتفقت انا وياه انني غادي نحبس الخدمه فما قدرتش نشوف راسي في الدار، ما كندير والو، فطلب مني انني ناخذ كونجي فيه 15 يوم قبل ما يمشي في حاله. هاد المده اللي سافرت معاه فيها غادي نكتشف فيها بزاف. اكتشف بلي انه 20 عام هو في الغربه ومازال ما عندوش وراقيه حتى مؤخرا عدرهم مغرب. قدرت نكتشف بلي انه تيشرب وانه تيكمي مع بزاف ديال الامور، وهنا غادي ندخل في صراعات وحده اخرين. قدرت نحل عقده ولكن بالنسبه ليا زدت عقده بعقده. انا باقا عروسه كيدخل عليا هو شارب وفي عمري 23 سنه، وانا ما كبرتش وسط ديك البيئه، ما كنقدرش نفضحو، كنسترو قدام والدي وما كنعاودش لوالديا باش انه ما نشتمهمش عليا. سترتو انه بالولاد الثانيه الثالثه بدا كيطلب ويزاوك سمحي ليا انا راني ما نستاهلكش، وانت راه عندي ملاك وانا راني ما عارفش القيمه ديالك. انا بديت نقول يا ربي شنو هاد الشيء، واش الذنوب نتاع داك الشيء اللي درت في الاول؟ لقيت راسي تنخلص في الزبله الاولى. المشكل انه راجلي ما كيبانش عليه الشراب، يعني يمكن يشرب ويجلس مع عائلته يتناقش معاهم عادي ما بيناش فيه، لكن فاش تيجي تيقرب ليا كنشمها فيه. هادشي غادي يتكرر وضرني في خاطري، وقلت لي خيبتي امالي فيك، والديا كيفاش غادي يثيقوا انهم يصيفطوني معاك لديك البلاد، وحتى انا كيفاش نثق فيك؟ سيمانه عرفت الحقيقه ديالك. هو تيقول لي الضغوطات اللي كتخليني انني نشرب، كيفاش الضغوطات وانت وسط العقد وانت شارب، يعني في النهار ديال الفرحه ديالك؟ رديت بالهم والهم مرضى بيا، رديت بالواقع وهذا كان اختياري قبل ما نتفضح، رديت بيه سكيري وكماي وكيبذر الفلوس. تفرقنا هو رجع انا مشيت عند والديا. داز شهرين وغادي يجي المغرب وغادي يجلس فيه مده وغادي يعاود يرجع، عام على قدو دوزو غير سير واجي ما دانيش، وانا باقا مع والديا خدامه ليومنا هذا. ما انا مزوجه ما انا مطلقه، نزيدكم بلي انا ما ناوياش ندير وليدات معاه لانه ما عرفاش اصلا فين حاطه رجليا. انا مقتنعه اقتناع كامل انه هذا الشخص ماشي زوج صالح وحتى هو ما يستاهلنيش، ولكن انا اليوم الحمد لله تبت وليت نصلي صلاتي في وقتها ودير الفولار ديالي، عفا الله عما سلف، وكنستغفر كل ثانيه وكل دقيقه. انا سترت غلط بغلط ولكن ما عندي ما ندير، قدري انني نكون مع انسان فاشل في حياته، رضيت به ورغم انه ما عنده والو، وهذا اكبر دليل بلي انني ماشي ماديه، ولكن تنقول ربما احنا بزوج نتعاونوا. ولكن لقيت بلي انه مع الوقت انا في المغرب وبنص الصالير ديالي عايشه به، وهو ساكن في الديار الاوروبيه ما تيشيط والو، كنلقى راسي مضربه بوحدي مع الوقت ومع والديا ومقاتله، وهو ما تيعطينيش وما فيديش، تيشد فلوس كثيره وتيخسرها في الادمان ديالو، وسير واجي للمغرب بلا فايده، فاش يجي بطبيعه الحال ما عندوش السكن،
وحتى بيتو الخاص ما عندوش. تخيلوا معايا كنشاركوا انا وياه فراش خوه. داز عام على العلاقه ديالنا، خاتم ديال الذهب ما جابوش ليا، دهازي ما جابوش ليا، حدو عطاني 10000 درهم ديال الصداق. عمرني ما خرجت معاه من غير اسبوعنا الاول من بعد الزواج. تبقى تنفكر تلقى انني عاودت نفس السيناريو ديال الماضي، طحت في انسان ما عندوش لا طموح ولا رغبه وكئيب وفاشل ولا دين ولا دنيا. بقيت راسي تنسلفو من جيبي وكنعطيه. واحد المده اضطريت انني نعطيه لاكارت ديالي باش يقضي بها وما عقلش عليا. النهار الاول مازال يخرج منها 3000 درهم وانا غير طالبه معاشي ومعاونه مع الوقت، واليومين هذا ما قدرش نرجع عليا. شملنا باقي مشتت ولا حياه لمن تنادي، ودخلت في زوبعه واحده اخرى غير حاضيني ودير ليا توقيت انني ما نفوتوش نكون فيه في الدار. مضرب معايا باش انا نحبس الخدمه، كنت غادي نحبسها ولكن فاش كتشف بلي انه ما يستاهلش نضحي معاه ما قدرش نغامر ونامنه على راسي لانه راسه وما عتقوش. انسان كبير في العمر ومن غالق ولا علاقه له مع شخص محافظ ولا حتى مع الدين، باغي غير ياكل ويشرب ويتسنط لعظامو. ما عرفتش شنو ندير معاه صراحه اليوم، واش نجمع الوقفه ونحبس كل شيء ولا نحاول نصلحه، واخا عندي يقين انه ما غاديش يتصلح. انا اليوم عندي 23 سنه ولقيت راسي مجبوره نعيش حياه نتاع واحد عنده 42 سنه وقنع من كل شيء. انا يلا باغا نعيش، باغا نحقق احلامي وعندي طموح وباغا نشري طوموبيل وندير عرس اللي ما قدرش نديرو، اما على الخليل الاول ديالي فكنا مخاصمين فاش قبلت نتزوج بولد خالتي. وفاش رجع هضر معايا قلت ليه ولد الناس انا دابا تخطبت وكنجمع فريقاتي باش انني نتكاتب. ما تقبلهاش وبقى كيطلب فيا باش انني نفسخ كل شيء ونرجعو كي كنا. قلت ليه لا، وصلت بيه الدرجه انه غادي يهددني وقال لي انت ليا وانا اللي غادي نديك. خليته داوي وسديت عليه، قال لي والله لا بقات فيك، ولكن ما وصلني ما اداني ما حتى شي حاجه. ديك الساعه تحبست علاقتي معاه صافي، حتى تزوجت. واحد الصباح فقت لقيت معيط ليا في انستغرام بلوكيتو. دازت تقريبا شي 10 شهور وصلتني طلب صداقه من الحساب ديالو ديال الخليل ديالي، وعرفت بلي انه ما نسانيش ولدابا باقي ما مزوجش. هذه كانت حكايتي، هذه كانت حكايه ياسمين يا ساده الكرام. اعتذر ولكن هادشي صراحه تيفقص. كاينين شي بنات انا ما تنفهمش شنو واكلين من غير الخبز واش تبن، ولكن راه هاد النوع ديال القصص خصكم تعرفوا بلي انه عندي بزاف في الواتساب وتنقبل شي وحدين باش انهم يدوزوا، لانه داكشي غادي يتكرر. قبلت عليه واستمريت معاه وعطيتو شرفي، وعلاش هادشي كله؟ راه صعيب الانسان يصبح عبدا لشهوته. انا كنظن بلي انا كي مبقيتيش معايا حيتاش كتبغيه في الاول، ولكن لانك وليتي عبده للشهوه ديالك راه كارثه، لانك كتولي كدير بيك ما بغات. درت بحث خفيف في هذه المساله نشار عن واش تجوز نتاع ترقيع البكاره، لقيت بلي انها لا تجوز خصوصا اذا كانت ناتجه عن الزنا. هذه من ناحيه وكل واحد يدبر راسو. نقول لك واحد الحاجه، شفتي اذا جاب الله طلقتي من هذا الانسان وتعاودي حياتك ورجعتي للاول، لانه نجيك من الاخر دابا غادي تفتح لك باب انك تزوجتي وطلقتي وفقدتي العذريه ديالك بطريقه اللي هي حلال، يعني غادي يكونوا بزاف ديال الافكار. غير هو بغيت نقول لك شتي اذا فكرتي ولا قررتي انك ترجعي مع هذا الشخص الاول او هذا الخليل الاول، انا بغيت نقول لك عمرك ما تشكاي، عمرك ما تجلسي في واحد القنت وتبكي على راسك ولا تنوحي، حيتاش غادي يكون الاختيار ديالك انت اللي اختاريتيه، لانه هذا الانسان غيعيشك كيف ما عيشك هذا اللي تزوجتي به. اللي بغى شي حد كيتقاتل على وديته وكيدق الباب ماشي الشراجم، كيجيب الشريعه وكيجيب الخطر. هذا هو كانت حكايتنا الليله، كنتمنى لكم استفدتوا منها. خليو شي تعليق لياسمين لانه قالت لك ما عرفاش شنو غادي دير، انا في الخاص قلت لها شنو غادي دير. نشوفوا الراي ديالكم او الاراء ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.